المشهد غير الاعتيادي في طريقه إلى الزوال. الوينرز قرار العودة إلى المدرج الشمالي، قرار اتخذه الفصيل المشجع للوداد عقب جولة صلح مع رئيس النادي عبد الإله أكرم بتدخل من لاعبين قدامى ووجوه معروفة بالمدينة. عبد الإله أكرم وافق على أهم مطالب وينرز، عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة. ما نترشحش لولاية ثانية، ماشي شرط باش نمشي ولا هذا ولا هذا. أنا نيت ما بقاش الصحة ديالي تتقبل لي هذا الشيء. انفرط حبل الود بين ألترا وينرز وعبد الإله أكرم نهاية الموسم الماضي. قرر الفصيل في البداية تنظيم وقفات احتجاجية أمام مركب مجلون بالوزيز قبل أن يصعد حركة وهاتي ويقاطع مباريات فريقه بالدار البيضاء، كل ذلك من أجل شرطين رئيسيين وافق عليهما عبد الإله أكرم. بان السي الرئيس غادي يمشي في حالته في شهر 6 ما غاديش يترشح، وبان غادي تفتح. فحنا كنوعدوا الجمهور الودادي بان اللقاء الاول في في في, في الاياب غنرجعوا للملعب وغنساندوا الوداد باش يدير لقب 18 ان شاء الله. خدينا ديسيزيون مع الجروب كامل، اللي موم خدينا كاملين لي سيلول ديال كازا ولي سيكسيون اللي في المغرب كامل، كلشي كان متفق على اننا غنحبسوا البويكوت، حيت البويكوت نهار الاول درناه على قبل باش نضغطوا على المكتب المسير الرئيس الساقل، بويسكو حنا استجب لينا الرئيس الحالي المطلب ديالنا، خاصنا نرجعوا نديروا خدمتنا ونرجعوا للفيراج ديالنا ونشجعوا الفرقه. يبدو إذن ان مسلسل شد الحبل بين رئيس الوداد اكرم وفصيل وينرز بلغ منتهى، وان عوده هذه المشاهد الى مدرجات الفيراج الشمالي امر مؤكد مع انطلاق الفصل الثاني من البطوله.